الرضا تنتمي لنقابات مخارق ليمتي اللي هي الكاتب العام ديال الشرعية في المرياري. من هذا المنبر لأن الحالة اللي دارت ليا في هذا اليوم اللي بغا يحيدو الشرعية ديال الكاتب العام ديالنا ويفرضوا علينا بزاف د الحوايج أنا ما تنتقبلوهاش. جاو البلطاجة ديال السي أحمد خليل مرقب إسماعيل ودارو لنا هجوم في وسط المقر ديال ليمتي اللي تنتميو ليه حنايا كعمال من عمال ديال شركة رضا، وما خلاو فينا أي أشكال عنف والبلطاجة من غير تدخل للسلطة لا حق لا والو. وهذا الشيء كله دار في هذيك المقر وبشهادة الشهود وإنا الشاهدين، وطلعوا لنا الصور وتكرسوا علينا ولحقوا لنا الحجر وسط المقر والباب مسدود، المقر ما تخدمش نهار الجمعة. وحنا حنا كمناضلين جلسنا في المقر خلاونا تما نصيبوا شي اوراق باش نوجدوا الانتخابات الجايه ان شاء الله ونقادوا امه. وهادشي كلشي علاش؟ باش يفرض علينا السي خليل والسي مخارق، يفرضوا علينا ناس حنا ما بغيناهمش بلا شرعيه، ما بغيناهم يدخلوا الصندوق ونديروا الصندوق ونقترحوا اللي بغينا حنا، ماشي بالفرض اي واحد يجي يفرض علينا شي حاجه. وانا تنحمل المسؤوليه، السي مخارق هو الاول ونتيت عليه السي احمد خليل وعاش الملك.